قوم لي بقى فرصتي فرصتي. حضرتك دي الحيطه التماثيل اهي. احمد السقا اعتذر. حضرتك فيلم ايه؟ والله هو سافر. طب وانا مالي؟ انا عايز الجزار زي ما هو بترابه بعبقه بكزرته بوسخته بيكو بيكو. طيب 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. احمد السقا مصر على الاعتذار. يرجع ال 20 جنيه العربون ويمسى العالميه. صدق ان انا متشائم منك. كل ما تيجي معايا لازم الاوردر يتضرب. ممكن تصور عندي في البيت. النبي يا عادل ما تبص لمنى زكي. على الله بس هي ما تبصليش يعني. الاستاذ محمود سعد يستضيفني في البيت بيته ده. ها يقعد يقول لي اشرب العصير يا نجم اشرب العصير. كنت من زمان وانا بتفرج على النجوم اللي بيستضيفهم وهم بيشربوا العصير كنت هموت على بق عصير. ايه ده انت هتسرق الكاميرا من اولها. هي كده بدات. هي الممثلين كده يسرقوا الكاميرا. زوم ان على رجل امينة كده. يا امينة يا خينة رومانسي. زوم ان. ولا تقول بقى ولا هاني سلامه ولا احمد عزت. احمد عزت يا ابني. احمد عزت ايه؟ كوميدي. زوم ان على رجل امينه. استاذ سيد ايه؟ مدام منى وصلت. منى مين؟ منى زكي. منى زكي النجمه الكبيره. اتفضلي يا استاذه منى زكي. يا استاذه منى زكي. حضرتك دي مش شبه منى زكي خالص. ازاي حضرتك يا استاذه منى؟ انا معجب بيكي جدا في كل افلام حضرتك، حتى الفيلم الاخير اللي هو بتاع الاستاذه عبله كامل اللي هو خلت ايطاليا. ايه ده؟ اخر فيلم ليها كان العار. اكيد شفت الاستاذه منى زكي متواضعه ازاي. شفت التواضع حضرتك؟ منى زكي ازاي دي مش شبه منى زكي خالص. يا عادل ركز يا عادل. السينما صناعه. مش بقول لك صناعه السينما، انا كمخرج دي صناعتي. اي ممثل يجي لي او ممثله ما بقاش شبهه الحقيقي انا بدخله جوه مكان كمبيوتر جرافيك انظمه اعمل له برامج 6 برامج 7 برامج اعدل المناخير اعدل العينين. شوف دي بتخش جوه المكنه تطلع منى زكي. يا سلام. يعني انا لو دخلت الكمبيوتر والمكن ده اطلع محمود عبد العزيز. وممكن اشرف عبد الباقي. انا هتصل باشرف عباقي. اتصل. لا بلاش يا عم بيعمل لنا مشاكل. طب اتفضل مثل وما تقعدش تدي ملاحيز وتتكلم عن الاساتذه. حاضر. اتفضل يا استاذ منى. ايه بتعمل ايه؟ مش دلوقتي. مش انت زميل ممثل. اتفضل يا استاذه. اتفضل يا استاذه في الاريا دي. استاذ منى في الاريال دي بقى هنمثل احنا. يلا وما تمثلوش الا لما اقول اكشن. حاضر. داير يا ريس. اكشن. زوم ان على رجل امينه. 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 ستوب. انت يا استاذ انت اللي موقفك هنا. انا بساعد الاستاذ. اطلع بره. اطلع بره الشقه. بره الكات. اطلع بره الكات. ايه دول؟ تعال هنا مع الفنيين. انا قلت انت ما تنفعش ممثل انت فني. اقعد. وايه زوم ان على رجل امينه دي؟ موجوده عند حضرتك يا استاذ في النسخه. فين يا استاذ وراها دي؟ اتفضل اوعى يا استاذ. فين؟ زوم ان على رجل امينه يا استاذ. بين قوسين وتحتيها كلوز اب هنا وهنا بحب بعنف. دي ملاحظ اخراجيه انا اللي اقولها. انا اللي اقول للكاميرا ما نخش زوم ان كلوز اب. الحاجات دي لونج فوست. اتفضل اوعى. لونج فوست. ايوه. كادر كبير. انا اقرب بعديها على طول ولا مش إيه؟ هعمل المشهد ده. انا هبدا باخر مشهد. انا كده اخر مشهد وابدا بيه من الفيلم ده اهو. اتفضل. ابدا من المشهد ده. نبدا بالفمال بقى على طول. ايوه الفمال. الفمال يعني ايه؟ اخر الفيلم. طب اتفضل يلا. حاضر. اكشن. انا حافظ يعني. اكشن. 4 سنين بدرس في واحد سينما عشان تديني مرحله. حاضر. اكشن. خش على طول. اكشن. خش. اتفضل. ما تتكلمش. حاضر. اكشن. يا هانم ايه اللي اخرك بره كده؟ ليه؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ الله الله. يا متميزه يا نجمه يا عملاقه. الله الله. اسخن معاها. اسخن يا بني ادم. ما تكسفني. اسكت انت يا صامت. انا ما اعرفش الساعه كام دلوقتي
معلش من الاول اكشن. انا معرفش الساعه كام دلوقتي عشان انا معيش ساعه اصلا. ومادام انت ما معكش ساعه عرفت منين اني انا اتاخرت؟ انا وصلت بابا المطار وجيت على طول. على طول ده الاعلان بتاع الفيلم يا هانم، هحطه في السنتر على طول. يا بني ادم يا بني ادم اتعلم. بص صوتها يا استاذ عامل ازاي؟ معقوله يعني بحطها جوه برامج صوت ام بي 3 اغاني مزيكا حد يطلعني؟ الاستاذ عمال يوقعني. يعني عادي يعني يا استاذ؟ عادي اتفضل. حاضر يا استاذ. اكشن هتجيب لي الضغط. اكشن. يعني انت وصلتي بابا المطار؟ ايوه. الله، هو سافر وانا مالي؟ الله يا دولة يا نادر. الله يا دولة يا ابن عمي، انت اللي جاي يا ابني، انت اللي جاي. يا فني يا صامت يا اوفر. لا لا لا، الواد حلو، الواد حلو. حلو يا اوفر، مالكش دعوه باي حاجه. اتفضل يا استاذ، انت كده بدات تخش جوه الشخصيه. عايزك تعمل مكياج، تبصي في المرايه تقول الجمل دي قدام نفسك عشان ما ارهقش النجمه العظيمه. يعني انا نجحت؟ نجحت. مروان سعيد، مكياج للاستاذ. يلا. حاضر. اوعى حد يعرف ان انتوا جايين من محل حلاقه. اتفضل. حاضر يا استاذ. اتفضل جوه. ربنا يخليك يا استاذ. اتفضل. ان شاء الله هشرفك واشرفك يا استاذه منى، والله ان شاء الله. يلا انا ببيع بالاستاذه منى. بتبيع بيها ترمس يا جدع؟ ببيع الفيلم عند الموزعين. خش جوه. يا سلام، تسلم ايديك يا استاذ جورج. ميرسي يا استاذ. ميرسي قوي. بعد اذن حضرتك. اتفضل اتفضل. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا، ايه ده ايه ده؟ يلا رمزي، ها شبه النجوم يلا. شبه ايه؟ انت نجم يا دولة. انا يا عم مش عارف احوش عنك الفضائيات يا عم. والله يلا انا حاسس ان العز ابتدى يبان عليا. شوف شعري تقول ازاي؟ انا خايف بقى دولة بعد ما تطقطق معاك كده تخلى بيا. ما طبعا هخلى بيك، ده انا نفسي تطقطق معايا عشان اخلى بيك بقى. يا دولة بقى. استاذ عادل النجم، ايه الاخبار يا استاذ يا عظيم؟ عايزك ريلاكس كومبلكس كده. حفظت؟ امال ايه، كله تمام يا استاذ، وحفظت وكله مية مية حضرتك. بس تقول اكشن هتلاقيني في الريره على طول. اكشن ايه؟ لسه بدري على كلمه اكشن، لسه كتير قوي. انا عايزك يعني تتدرب شويه كده. لا ما انا اتدربت تمام، اروح اراجع مع الاستاذه منى زكي. لا لا لا، تراجع مع الاستاذه منى زكي ايه؟ تغلط بجمله قدامها، تتعصب، تتنشن، تسيبنا وتمشي. انا ببيع بيها. ابيع بالدبته؟ ابيع فين؟ خلاص يا استاذ مش عايزين ده خالص، وسيبك من المشهد ده خالص، انا عايزك تسخن. صح يا دوله، يعني زي لعيبه الكوره كده بيسخنوا من غير لازم كوره يعني. من غير لازم؟ انت مالك؟ لا اسفين جدا. طب حضرتك يعني تحب اسخن يعني بمشاهد من افلام مثلا؟ في افلام معينه ولا حاجه؟ اي افلام تيجي على دماغك، جديده قديمه اللي يعجبك. اقعد كده، اقعد يا استاذ عادل. حاضر يا ابني. انت ما تقعدش تمصمص، هو فيلم هندي، ركز معايا. شايف الشنطه دي كلها هدوم، هتلبس الاستاذ، تلبسه ازازه الميه. يلبسني ازازه الميه؟ لا، يمسك ازازه الميه في يمينه، علبه السجاير في شماله كده. التليفونات والحاجات دي. خلاص ماشي. وما تخرجوش من هنا لما اقول اكشن. حاضر عشان ما يتخربش بيتي. حاضر. لان انا ست عمليات قبل كده بايظ، ست افلام بايظين قبل كده بسبب ان الناس بتطلع قبل ما اقول اكشن. لا مش هنخرج لما تقول اكشن. استرها معايا في الفيلم ده يا رب، استرها معايا. هتخرجوا امتى؟ اما تقول اكشن. بس هو ده هتخرجوا لما اقول اكشن. اما اقول ايه؟ اكشن. نجم نجم يا دولة. مالكش دعوة انت. ايه ده ايه ده ايه دولة ده؟ ايوه ما هم النجوم كده لازم يتغابوا على المعاهم بس. انت صغير جاري على عيش يا بيت، وبلاش تلبسي ضيق كده، انا بتعصب وممكن امد ايدي عليكي. من عيني يا سسايل. وانت حس كبت. بس انا ليه عندك طالب؟ ايه؟ ما تتأخرش بالليل، لحسن الكوارع لو بردت بتتقلب لنابت. كل شوية تضربيني تضربيني في البيت. يلا بيت. ولا بحة ولا بحة. قام يا اخي معلم سلطان. معلم سايل. وانت حسك العيال جوه، ايه الاخبار؟ احنا قيبنا نقشقش البيت كله وهنهيب وهنهيب وهنهيب. بس هنهيب هنهيب. عيبايكا 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 معلم عيبايكا. يا
من ناحية قلبي ونار قلبي أتحبب موت أتحبب موت وحبيبي لو غاب يوم عني أرقع ميت صوت أرقع ميت صوت أقول لك يا بقى دولة بقى إحنا ليه اللبس اللي إحنا لابسينه وبعدين المخدة دي فرادتني يلا ما ده اللبس بتاع عنتر يلا ده اللبس أهو بتاع لبلب بتاع فيلم عنتر ولبلب ساعة ما لبلب ضرب عنتر 7 أقلام في 7 أيام فاكر يلا أيوة فاكر دولة يعني إحنا دلوقتي هنقعد في الأوضة دي 7 أيام لا يا غبي هو ضربه 7 أقلام في 7 أيام أنا هضربك 7 أقلام دلوقتي حالا ماشي فهمت ماشي؟ أنا فهمت أنت مش نفسك تمثل معاه من زمان نفسي يا دولة نفسي تمثل أهو بقى مرة فرصتك يلا خش على الشغل الولد لبلب ده مش هيجيبها المرة أبدا ايه ده انت بتضرب بجد امال انت فاكر ايه يا ابني ده الاقلام دي جد ما فيهاش تمثيل خش بقى على القلم اللي بعده بس استخبى مني ما تخلينيش اعرف انت فين ماشي استخبى طب انت الاول احيانك انت اهو انا وشي في المرايه اهو عشان ما اشوفكش لسه استخبيت استخبيت دول يا ترى بقى عنتر فين دلوقتي يا ترى عنتر فين دلوقتي ايوه ايه رايك؟ 100 100 حلو ده؟ حلو قوي التمثيل ده اتسال قوي اه شفت عامل ازاي؟ ضربه خلاص بترقع يالا ماشي انت بقى المرة دي بقى لا انا عايز استخبى جامد استخبى جامد طب بص انت رايح استخبى جامد؟ اه ما تخلينيش اعرف انت فين ماشي كام قلم اتاخدوا؟ اخدنا قلمين خد واحد كمان في السكة ماشي 3 قلم استخبي في الدولاب بسرعة بقى اتخبى انت اتخبى؟ بسرعة يالا استنى تنساش ان انت بتدربنا على التمثيل خلاوي غبي 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 حتى لما بيستخبى بيبقى غبي ايه رايك حلو قوي حلو كده بقى كام بقى 4 باين 4 بسرعه 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 استخبى في حته ثانيه بسرعه ماشي طب استخبى انت كمان يلا استخبى استخبى بسرعه استخبى اهو عنتر استخبى يا ترى عنتر فين يا ترى عنتر فين ايه الجزمه دي ايه الواد الجزمه ده كم كده؟ 2 باين 5 يا خمسة فاضل لك ايه؟ 2 اه التمثيل اللي صعب بقول لك ايه يا معلم سيد؟ مش نفيق نفرق من امتى واحنا بنفرق واحنا فصل معاياك يا انا وانا مش هستنى تضحك عليا زي العمليه اللي فاتت وكلت عيق الاتنين دوغيه بتوعي وعلى فكره انا دفعت الفلوس من جيبي وط حسك يالا انا ما بسرقش حد وايه ده سرق تفاحه حرامي انزل تحت ابيعها وهاجي لك نتفاهم اوعى تتاخر مش هتاخر اتاخر سرق التفاحه اللي انا جايبها عشان نمسي بيها حرامي رمزي خد تعالى ايوه بابا انا عايزك تجهز باسبورك يا رمزي ليه بابا عشان هتسافر بلاد بره بلاد بره ايوه بابا بس انا لو سافرت مش هبقى لوحدي ايه يا رمزي وانت صغير خايف تركب الطياره لا يا بابا ما علشان انا مش صغير هتبقى معايا مراتي ايه مراتك انت اتجوزت يا رمزي ايوه بابا سناء اختك انت في حد تاني يا جزمه انا مش قلت لك سناء دي مالكش دعوه بيها ايوه بابا قلت لك ولا ما قلت لكش انا مش قادر افهم انت ليه بتعاملني المعامله الزباله دي هو انت مش ابن عمي يا بابا انا مش ابن عمك احنا لميناك من الشوارع يعني اللي بره دي مش مرات عمي
ولا اللي بره دي برضك مش بنت عمي؟ لا دي بنت عمك ولا دي مرات عمك، انت قليل فاهم يعني ايه قليل؟ قليل يعني قليل وغبي، قليل فاهم يعني ايه قليل؟ لا يا بابا قليل شتيمة، اطلع برا. خد يا غبي، بيصوروا برا وقالوا محدش يخرج الا لما نقول اكشن، حصل ولا لا؟ حصل يا بابا، بس انا مش قادر افهم انت ليه بتعاملني المعاملة دي يا بابا؟ عشان انا مش ابوك. مال انا عماد حمدي وانت عبد الحليم. اشهر مشهد في السينما ايه اللي حصل فيه؟ لما عماد حمدي ضرب عبد الحليم اللي هو انا بالقلم. ايه يا امينة؟ يا ترى يا امينة ايه اللي اخرك يا امينة؟ ولا رمزي؟ ايه دول؟ ده مفيش كاميرا يالا. يمكن كاميرا خفية. دول خفية على مثل عادي زي ما انا؟ مثل عادي براحتك. طيب ماشي. ايه يا امينة؟ ايه اللي اخرك برا البيت؟ انت مش عارفه ان انا بقلق عليكي. ولا رمزي؟ ايه دول؟ ده لا في عفش ولا في ناس ولا في كاميرا. ده خدوا العفش. لا دول يمكن يكون فتحنا على حته غير الصاله. حته غير الصاله ايه؟ العفش بتاعنا عارفه ودي الصاله يا غبي. يبقى اكيد بقى خدوا العفش وراحوا مضوا مع السقه. لا لا مش متشابه. متشابه كده؟ متشابه ايه؟ ما فيش حد. يا استاذ سبيلبرج، يا عم سبيلبرج، استاذه منى، ده مفيش حد خالص يالا، وانا بس تعب نفسي وعمال الزق في الشنب والزق في قطف، وانت لبسوك الباروكه العجيبه دي. لا دي مش باروكه، ده شعري. لا يا راجل ده شعرك. والله مستشوره. بالراحه. لا يالا مش شعرك، باروكه يالا. لا لا بالراحه دول بقى. لا طلعها 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 يا دول بالراحه. يمكن خدوا العفش المدينة الإنتاج الإعلامي في الحي الأرستقراطي اللي هو على إيدك اليمين كده وانت داخل من الحي الريفي. أنا اتشائمت من ساعة ما قلتلي أنا عايز أبقى نجم النجوم. يا نجم عايز تشرب ولا حاجة؟ بس 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 ما متكلمش بقى. طب يا فين الكاميرا يا دولة؟ طيب يخرب بيتك انت كمان مش فاهم يعني إيه؟ يعني أنا البطولة راحت مني خلاص، خلاص ما بقتش نجم، أحلامي كلها اتدمرت. يا عادل يا عادل، فوق من الابيض والسود اللي انت عايش فيه ده، يا ابني دول سرقوا العفش وانت نايم جوه على ودانك. لبسوك العمه وبقينا على الارض. عادل يا حبيبي لو سمحت من فضلك انت لازم تبلغ البوليس انهم حراميين، اكيد استغلوا طيبتك كراجل طيب. طيبته ايه؟ قولي استغلوا هبلوا. يا ربي بس انا مش قادره اصدق. ليه بس يا ربي كده؟ ليه بعد ما عشت احلامي كامراه مهمه وزوجة نجم مهم ترزعني على الارض كده على واقع مرير؟ يعني ايه؟ يعني مفيش فيلم، مفيش فيلم، مفيش فيلم، مفيش كنبة، مفيش سفرة، مفيش تلفزيون ولا سجاجيد، مفيش ريموت تلفزيون، ده حتى الكاميرا خدوها يا جماعة. بقولك ايه يا عادل، مدام اوضتك هي اللي ما سرقتش طلع لنا السرير نقعد عليه. يا سلام يا طنط، واحنا هننام فين على الحصيره؟ لو سمحتي هي دي شقه الاستاذ عادل؟ بس على البلاط. ايوه حضرة الظبط، انا عادل خير. هي دي بتاعت حضرتك مش كده؟ دي بطاقتي، لقيتوها فين؟ لقيناها في درج النيش بتاع السفرة بتاعتك. إذا انتوا لقيتوا النيش؟ امال انت فاكر ايه يا استاذ؟ احنا مسكنا العيال وهم اعترفوا. طب الحمد لله. طب والعفش فين يا حضرة الضابط؟ موجود وتقدروا تستلموه. يا سلام. طب حضرة الضابط بعد اذنك، يعني هو سيد سبيلبرج ده فعلا يعني طلع حرامي ولا هو مخرج وكان بيمر بظروفه محتاج قرشين؟